السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة. أشرف صبحي صلاح سيتواجد بمعسكر المنتخب المقبل، ولم أتدخل في أزمة الشيبي. أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بسعة كاملة جاء بعد التزام الجمهور في المباريات الماضية، وسوف نحرص على حضور الجميع لجميع الفعاليات الرياضية المقبلة. وأوضح أشرف صبحي خلال تصريحاته لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت: قمنا منذ 2019 بتنظيم حضور الجمهور لمباراة خلال التطوير، خلال تطوير الاستادات، ثم شركة أمن مدني ممثلة في الشركات الأفريقية وشركة منظمة مثل تذكرتي ونظام ألفا أي دي، حيث وضعنا في قانون الرياضة الجديد بعض العقوبات على المتجاوزين تصل إلى الغرامة والحبس. وتابع أيضا وزير الشباب والرياضة: الأندية تتأثر من غياب الجمهور على الصعيد الاقتصادي وعلى المستوى الفني أيضا، وهناك لائحة من رابطة الأندية المحترفة والمتخصصة لإدارة بطولة الدوري الممتاز، وسوف تطبق عليها في بداية الموسم. وأشار أشرف صبحي: لم أتدخل في أزمة اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مع حسين الشحات لاعب فريق الأهلي حتى الآن، وإذا طلب مني التدخل سوف أتدخل على الفور. وعن الأولمبيات المقبلة قال: دعمنا الاتحاد بمبلغ قدره 516 مليون جنيه حتى الآن، وسوف يشارك ما يقرب من 150 لاعبا، ونتوقع الحصول على ميداليات من 6 إلى 10 ميداليات. واختتم أشرف صبحي حديثه: أتواصل مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، وسوف يتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.